لو الحكاية فيها إن فيديو بدنا نشتغل على ضوء ونقدم برامج توري احنا بنشوف كم عام في الشهر، بنعمل كم عملية في السنة، ايه الخدمة الصحية المقدمة، حتى يكون هناك درج الميزانية في العام القادم إن شاء الله للمستشفيات، وبالتالي كمان لدعم ميزانية البحث العلمي في المدارس. فكرة اللي مفيش تبرعات بتجري المعهد أصلا، هل ده عشان هو معهد بحثي ولا عشان ما هو الأصل يعني مثلا بيروح؟ خطأ، أنا لسه كنت بتكلم مع الدكتور في هذا الموضوع، بالعكس يعني احنا جزء كبير جدا من دعم المستشفيات الجامعية زي ما أنت تعرف معتمد على دعم التبرعات والهبات. هنا بيقدموا خدمة، أنا أتصور إن مفيش مستشفيات كتيرة عامة ومجانية بتقدم نفس الخدمة. أولا الموقع هنا موقع بيتعامل مع فئة كبيرة جدا من المجتمع المحتاجة، ما ننساش إن احنا عندنا لازمنا أمراض الجهاز الهضمي والكبد من الحاجات اللي في مصر نقدر نعتبرها هامة جدا لتخطط مشاريع كبيرة جدا من المجتمع سواء في القاهرة أو في المحافظات المحيطة. لازم يكون في خطة تسويق وخطة لتشجيع رجال أعمال ومؤسسات الخير وإن هي تدعم المستشفيات الأمريكية. ما نقدرش نقول إن احنا بنعتمد على كده، ولكن لازم نخش جوه المنظومة بتاع دعم هيئة المجتمع المدني للمستشفيات اللي هي تابعة لوزارة التعليم والتربية.